اليوم نظمت فيدرالية جمعية المحامين الشباب المغرب وقفة احتجاجية أمام محكمة النقد لتعبير عن رفضها لدورية صادرة عن السيد وزير العدل والسيد رئيس المنتدى السلطة القضائية والسيد رئيس النيابة العامة، دورية منعت المواطنين والمحامين وجميع مرتفقي المحاكم من اللجوء إليها. طبيعة الحال هذه الوضعية غير قانونية ومخالفة للدستور. الآن نحن اليوم لنلفت الانتباه إلى هذه المخالفة ولنقول يجب إرجاع الأمور إلى نصابها، ويجب عدم التمييز في دخول المواطنين إلى هذه المحاكم. لا فرق بين ملقح وغير ملقح في الولوج إلى المحاكم، لأن المحاكم هي المآل الأول والأخير لحريات وحقوق المواطنين، وبالتالي لا يمكن منع أحدهم وسماح للآخرين بالدخول. هذه الوضعية الملتبسة ستجعل ميزان العدالة يختل ولن يبقى أبدا في حالة التساوي. زميلات وزملاء الآن قالوا كلمتهم، في حالة الاستجابة وإلغاء هذه الدورية سنكون مشكورين لهذه السلطة، في حالة طبيعة الحال عدم استجابة سنضطر إلى مواصلة الاحتجاج وإلى مواصلة الاحتجاج بطرق أكثر تصعيداً.